الصدفة تكشف عن تساؤلات تدور في ذهنه منذ الطفولة. كان مع أمي ومع أختي كمان. ديري بالك من وكر الحياة اللي عايشة فيها هلأ وخليكي قوية. ليبدأ حربا عنوانها الانتقام. الموت رح يكون أرحم بكتير من اللي رح ساوي مهما كلفه الأمر. أتمنى تسامحيني على اللي رح ساوي. إذا حطينا إيدينا بإيدين بعض رح نقضي على خالد. بالقرار يلي أخدته أنت دمرت الكل. التفاح الحرام، الجزء الثاني، من السبت إلى الخميس 10:00 مساء بتوقيت السعودية، حصريا على زي ألوان.